اليوم كنهضر معكم بوجه مكشوف القضيه ديال خويا بالحرش فؤاد مدينه القنيطره حي البوشتيين. انا الاخت ديالو مينا. الجاره اللي اتهمت خويا الام ديالها بالفتاه دارت قالت قاصر. انا اليوم كنقول بان الفتاه ماشي قاصر، فتاة عندها 17 عام، هي كتقول 14 عام وكتقول بان بنتها كيحبسها من المدرسه، البنت ما كتقراش هذه عام هذه. واليوم انا كنتوسل من جلاله الملك والسي الحموشي والعداله ورجال الشرطه باش ياخذوا لي حق ديال خويا. الا كان خويا كيستاهل العقوبه في شي ذنب مرحبا، الا كان عنده هادشي ظلم يوقفوا معاه وشكرا. هاد السيده اتهمت هاد السيد، قالت لك بانه جات هي جارتنا تمني الناس كاري حدانا حتى هي ولاد جارتنا. قالت لك هاد السيد بانه بغى يجر لها بنتها صحه، حيت لحقاش هاد السيده غير كذبات، ما كاين لا جره لا والو. هي اللي جابت الصاحب ديالها، جابته حتى عندنا شي دراري تهجموا على حتى عندنا هنايا. حنا بحكم حنا واقعين شنو نشوفوا داك الشيء اللي غنقولوا، هو ضروري حنا راه عيالات انسان كيعيرنا ضروري كنثوروا. تبعهم حتى المنزل ديالهم، تابع دوك هي الدار ديالها ما دخل عليها ما جر بنتها لا والو. السبب هي المناقشه بيناتهم الله اعلم، باش تقول لك جر بنتي ولا داها ليا صحه راها ما كاينش. هاد الهضره راه ما منها حتى شي حاجه، واصلا هذاك ما كيغتصب كون كان يغتصب يغتصب بنت الدرب. هذاك السيد راه اطيب ما نقولكش على الطيبوبه اللي فيه، راه واخا مدوز انسان ما يحكموش على بانه مدوز الحابس ولا شي حاجه. هذاك السيد راه ما نقولكش كيعاون اللي ما عندوش، كيرفق على العيالات الكبار، يعني فيه واحد الحنان. انا كنت كنخدم كنجي حتى للجوج، هذا كيقول لي اختي جيتي كيوصلني حتى للدار وكيسد عليا، يعني اللي كيغتصب يغتصبني انا اللي كنجي مع جوج ديال الليل، فهمتي؟ انا اللي قادم المسؤوليه. هذا الشيء راه كاع ما كاين اخويا، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الظلم ما كيبغي الا الله لا العبد، الظلم ما كيبغي الا الله لا العبد. شتي نقول لك اخويا واحد الكلمه، شتي كان غير كان بصح هذا الشيء، كنقول لك بصح هذا الشيء حنا ما نأيدوش ودحومتنا لان غيغتصب ديك البنت. راه مادام اغتصب ديك البنت راه يغتصب حتى بناتنا، فهمتي؟ مادام اغتصب ديك البنت يغتصب حتى بناتنا. خويا هاد الهضره راه ما كايناش، هاد الهضره كاع ما كايناش، شي حاجه بينه وبين الام. اما البنت راه باغا تدخلها، قالت لك انا هرس ليا الباب، الباب كله باقي حديد، صوروا سيدي وسير تشوف، ما فيه حتى شي حاجه. قالت لك دخل عليا وهي جالسه حدا الباب، كتقول لهم في الفيديو انا دخل عليا وخايفه، انا ما خلانيش ندخل، امي انا سد عليا. واللي كتخاف كتجلس في الزنقه، ها خويا اللي كتخاف تجلس في الزنقه. حنا ماشي في دوار ولا في شي باديه، عندنا الظلام عندنا ضوا وما عندنا حتى شي حاجه، وعندنا الايراباجاجر راه يديها شي تيره ولا حدا شي كبير ولا حدا شي زرب ولا حدا شي حاجه. احنا يعني الوجه مع الوجه، والحومه احنا عندنا ما كتخواش. عارف اخويا الاحياء الشعبيه كيفاش دايره، كاع ما كتخوى ليلا ونهارا. شي 5 الصباح تجي تلقى بنادم جالس، وعارف انت الضيوف كيزمجوا على باشا، كلشي جالس، عيالات جالس، رجاله جالس، كلشي جالس. وهاد السيد هادشي اللي قالت عليه راه ما عنده حتى شي حاجه، فهمتي؟ 3 ديال النهار بنادم عيط تغصاصب، هذا راه لا يمكن. شي دري صغير تقول له راه هاد الهضره راه ما يتقبلهاش. وحنا كنطلبوا السي الحموشي اعاده النظر، اعاده النظر. وحنا كنشهدوا قدام الله وقدام المخزن وعاش الملك وعاش الملك، هاد الدري ما بغيناش يمض شي مظلوم. بنته عندها 10 سنين مسكينه، سمعت بان الاب ديالها اغتصب بنت مرضات لينا، ولات كتفكر بان حتى هي شي نهار يجي يغتصبها. دخلوا لها واحد الفكره في راسها بان باها خايب، باها ما خايبش اسيدي. هي الام هذه لكن بينه وبين شي عداوه كانت تدخل بشي حاجه، ولكن باش تدخل البنت هذا راه ما كاينش. ونقولوا تاني نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الدري راه مظلوم، ما بغيناش يزيد الظلم، وشكرا اخويا. السلام عليكم، انا جارت هاد الدري ما فيهش هادشي، هاد الدري درويش الله يعمرها، دار واخا تيغوات ولا مع خواتاتو ولا هادي تندوزو له ما تيهضرنا لا مع بنتي لا معايا لا حتى حاجه. بنتي تجي حتى 11 ديال الليل عمرو ما هضر معاها، هو تيجي على الدراري وتيجي على البنات وما تيخلي حتى شي واحد يقيس شي وحده. وهادشي ديال الاغتصاب راه ما كاينش وما فيهش وما شناش. انا وحده من الجارات اللي الدار ديالي على الدار ديال ولدنا وخونا ومربي معانا ومربي وسط ولادنا، تيمشي وتيجي علينا. فؤاد حاضينا في الزنقه، منقي لينا الزنقه. فؤاد انسان اش غنقول لك طيب، هادشي اللي حطوا عليه ما كاينش. وانا اول وحده اللي مشيت فكيته، ما فكيتوش اصلا حيت هو مش هجم، لا فكيت حيت جا عندو الهجوم للدار، تشير للدار، تشير كيتضرب عندو تيتضرب عندي حتى في شرجمي. واش راجمو تهرسو؟ واش راجمي تهرسو؟ وخرج على اساس انني كنفك ومشيت تابعه حتى وعي دافع على راسو، مشى كيجري اصلا ما خليناش كاع يوصل للدار. هذيك الدار ما خرجت فيها لا الام لا البنت، كيهاجم داك اللي جاو هاجموه وهما غادي تيجريو هو تابعهم. ما وصلوش بصفه نهائيه للدار، ما كايناش البنت بصفه نهائيه، ما خرجت لا هي لا امها، ما شدها ما شداتو، ما شنق عليها ما شنق ما شنقات عليه، ما اختطف. هاد الهضره كامله كذوب، وانايا انا نشهد بها قدام الوكيل، واي بلاصه بغيت نمشي نشهد بها، حيت انا اللي كنت كنفك، انا اللي غادي نشهد، حيت كنشهد كنقول كلمه الحق
وارفع يدي ونقول كلمة الحق. هاد السيد ما قاص لا البنت لا امها، ما جرها ما جراتو، ما خطفها ما خطفاتو. كون كان تيخطف وكيجر كره شحال هادي بقى داخل خارج على الاغتصاب، داخل خارج عليه. ماشي اول مره عاد غادي يغتصب هاد المره، حيت هاد السيده عاد جات اول مره سكنت حدانا، غادي يجرها هي يجر بعدا ولادنا حنايا اللي ملاصقين معاه. انا بعدا انت حيتش من داري، طالع هابط عندي داري وعندي بناتي عزبات، خو بنات خو اختو والدي على البنات، خواته توجوج والدين على البنات، الدار عامره على الدعاب البنات. وهاد السيد هذا مني هو يا كيدير هاد الافعال، يبدا بداك الشيء اللي قريب حدا ما يمشيش دوك الناس اللي بعاد. هو هادشي اللي غنقول انايا، وحسبي الله ونعم الوكيل. والكلمه الاخيره اللي غنقول بان هاد السيد حيت نقص زنقه، حيت مني كان في الحبس كانت الدار عنده من الشوكه للشوكه حتى لحدا داري، ما بقيناش كنعرفوا واش هذاك حشيش ولا شوكولات، ولينا تلقاو داكشي ملا وحدنا في البيبان نقى لينا الزنقه. صافي هذا هو السبب هذا الشيء العداوه، وتحرش منه وتحرش منه حيت هذا السيد نقى لينا الزنقه. لكن باغيين غنخرجوا ملي ما كانش، ملي كان مشدود وكان بغينا غنخرجوا، خاصنا نجيبوا البوليس اللي خرجنا من الزنقه، ما تقدوش نخرجوا. مني جا هويا ولا محرر داك العدارهم، محرر زنقتهم ودارهم وبابهم، كي كانوا تجلسوا فيه تتسربا فيه الكينه، كيتسربا فيه الحشيش، كيتسربا فيه كلشي، والمكانه ديال الضو ديال دارهم تتحط فيه الحشيش. هاد السيد هذا مني جا حيد هاد الشيء كامل، ما عرفتش كيفاش بنادم ما عجبوش هاد الشيء كامل. والخلاصه تلقاو اللي بغيت نقول انايا، هاد السيد حرر لينا زنقتنا، ولينا تنخرجوا حنا وليداتنا، وليداتنا مابقاوش يخرجوا. هالي جايب كلب منهك، هالي جايب كلب منهك، ولا الكرات طالع معانا، حيت هاد السيد هذا ملي حرر الزنقه ما عجبهمش الحال. وترضى على موت البنت، قالت لك هرس لها الباب والشرجم، واللي كون هرس لها الباب والشرجم كون مشات مولا الدار ديكراري، وعلاش ما مشاوش ديكراراو؟ وكانت باغا تشد السبلي، حيت هو السبلي كان مكري، خرج الكراي باش تسكن به، حيت كاريه يا عبيد، حنا ماشي كنطيحوا من ناحيه كاريه بيت ولا شي حاجه، ولا هي كانت باغا تشد تسكن في الدار، بغي هو تنادم مع الحال وكذا، هذا الشيء علاش بغات تصيفطو هي للحبس، بحال شمتها حيت ما جاتش سكنت في الدار.